السلام عليكم. اهتزت الساحة السياسية اليوم السبت على وقع فجأة لما راح ضحية سياسي جزائرية ورئيس حزبه، وحسب وسائل الإعلام المحلية فقد توفي صبيحة اليوم السبت الطيب يانون رئيس حزب رئيس الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة فضل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. ولتذكير فإن فقيد الساحة السياسية يانون أسس حزب جبهة رئيس الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة فضل سنة 2012، كما تجدر الإشارة إلى أن الشعب الجزائري تعرف على الراحل من خلال حصة تلفزيونية مختصة في طب الأسنان كان يقدمها في التلفزيون الجزائري. رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.